زوجة او زوج صنع مع زوجتي العصبية الغير راضية مثلا يعني كرما وخلقا ودماثة اخلاق وادب ويكرمها ولا يقبح ويعني سبحان الله انسان يعني لبيته، فاذا ظهر منه خطأ وكل بني ادم خطاء تسأل الزوجة رصيد هذا الانسان كيف يمحى في لحظة، وانت ايها الزوج كيف تمحو رصيد زوجتك في لحظة؟ اليس في قلوبنا رحمة؟ نحن نفهم الرحمة ان احنا نرحم ابناءنا وبناتنا. بالله عليك هل تتمنى ان تزوج ابنتك لولد رقيع يمد يدها عليه يده عليها ليضربها ويشل يده عند العطاء فلا يعطيها من ماله؟ هل تتمنى لابنتك هذا؟ لا تتمنى ابدا. لماذا انت تصنع مع زوجتك هذا؟ تقول لا انا ابنتي بنت ناس وزوجتك بنت كناس. سبحان الله، لماذا انت تعيب على الدول الكبرى انها تكيد بمكاييل مختلفة؟ انت ايضا تكيد بمكاييل مختلفة. انظر الى ابنتك، وانا سألتكم بالله سؤالا اكرره، سألته لكم من قبل وطرحته عليكم من قبل، هل تتمنى ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ بس، والاجابة عندكم، الاجابة عندكم، ان كنتم تتقون الله وتشهدون بالحق ولا تشهدوا الزور، لان المؤمن لا يشهد الزور ابدا ولو على نفسه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدله اقرب للتقوى. ما تتمناه في زوج ابنتك لك عامل انت به زوجتك، واذا كانت عندك زوجة ابنك ايضا عاملها كما تحب ان تعامل ابنتك عندما تذهب الى بيت زوجها. هنا تعدل الموازين ويرحمنا رب العباد عز وجل. اما ما نراه من صور مشوهة في البيوت وعاهات تنضم الى عاهات في البيوت، هذه ليست بيوت المسلمين، هذه بيوت العنكبوت. بيوت العنكبوت بيوت واهية، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت.